صفاء سراي المهندس والناشط المدني شهيد مظاهرات ساحة التحرير، والذي استشهد في 28 من تشرين الأول في ساحة التحرير بعد إصابته بقذيفة مسيلة للدموع أصابت رأسه إصابة مباشرة، مما أسفر عن وفاته بعد ساعة قلائل. نال الشهيد البطل صفاء الشهادة الساعة 12 ليلا بعد أن أصيب هروبا في ساحة التحرير بإطلاق الغازات المسيلة للدموع في رأسه. اخترقت رأسه لأربع سنتيمات تقريبا، ظل ينازع الموت إلى الساعة 12 ليلا. لم نفجع به ولم نفجع به الشهيد، كان عرسا، فموت الشهيد ولادة. اليوم ولد صفاء، اليوم ولد كل شهيد، اليوم أصبح صفاء وشهداء العراق إيقونة للحرية. يعني في الحقيقة لا نقول نعزي أنفسنا، بل نهني أنفسنا والشعب العراقي بأن هناك كوكبة من الشباب من الأبطال الذين رهنوا حياتهم لخدمة هذا البلد. ناشطون مدنيون عبروا عن أسفهم لفقدهم صفاء الذي وصفوه بأنه أيقونة للتضحية، فقد ضحى بشبابه وروحه محاربا الفساد بقلمه وصوته وفكره وعلمه، على الرغم من أن صفاء كان يملك الوظيفة والمكانة في الحكومة العراقية، إلا أنه تظاهر معبرا عن رأي الشارع العراقي وعن تطلعات الشباب الذين لم يحظوا بفرص تضمن لهم حياة حرة وكريمة. هذا صفاء كان رمز عميق الدلالة، صفاء ذلك الطالب المجتهد الذي تخرج من الجامعة التكنولوجية قسم البرمجة، حظى بفرصة قبل أسبوع من استشهاده أن حصل تعيين، وتركه موقعه في التعيين وانطلق إلى ساحة التحرير ليعبر عن رأي الجموع، هذه الجموع الكبيرة، عن معاناتها، عن أحزاب استطاعت أن تستبيح هذا الوطن، أن تنهب خيراته. هذا العراق الذي يمتلك ميزانية انفجارية غيبها هؤلاء، غيبها قادة الأحزاب، وبدأوا يقومون بانتهاك كل ما هو يستحقه الشعب. صفاء السراي نموذج للشعب العراقي المكافح، نعرفناه شاعر وأديب ومثقف ويمتهن تسويق الثقافة العراقية في شارع المتنبي، مارس دوره الدستوري المكفول دستوريا بالاحتجاج، مطالب بتأمين العيش الكريم، ومطالب بمجانية التعليم، ومطالب بمحاسبة حيتان الفساد. أجد بالنفس أرفع درجات التضحية وأجمل أيقونات العطاء، خاصة حين يكون خالصا لأجل العراق. هذا هو عطاء صفاء الذي تغنى بوطنه العراق كثيرا وأزره عمرا وغازل ضفاف نهريه بشعره وأبياته دهرا، ليبقى خالدا في قلوب أهله ومحبيه ومثلا عظيما للتضحية في نفوس الأحرار. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.